دقيقة المقدم اعتقدني بالبداية، أنا ما أدري وش أجيب عقبالك. هذا بيض وجهه، وجه من يسمع، وقول يعني والله إذا كتبت على الشعر ما هو لا كبر مكانه ولا كبر شعر، لكن لي قصيدة بالمناسبة، لا أكثر ولا أقل. قصيدة بمناسبة شفاء الملك الله يطول عمره. يالله يا المستعان المستجيب المهاب، يا منزل الغيث من تبدى السحاب النصوب، لك الثناء والشكر والحمد لك والإياب على سلامة مليك المملكة والقلوب. الشعب يا سيدي من يوم طبت انطاب، وتورق النبت ما بين الزهر والحبوب. الله خلق فيك حب الناس شيب وشباب، يا حارم من كفك التكبير وانت محبوب. يوم الله اشفاك ما اشفاك انت من هالمصاب، اشفاك المسلمين بكل حدب وصوب. يا المؤمن الزاهد العدل الرحوم السحاب، الناس عندك سوى بالحب ما لك دروب. وقفت من دونهم وقفة عزيز الجناب، تنضح حمتك زمام النايبات الكنوب. صفحة بيضة وأبيض وجه وأبيض لبان، لو دوروا